مربط الفرات سيد لامين اليوم، من يملك سلطة تقرير مستقبل تونس؟ هل هناك سلطة مضادة على أرض الواقع قادرة أن تردع هذا التمشي اللي سماه منذ قليل الأستاذ عبد الرزاق مختار بالعبث، خاصة وقد لاحظنا في جلسة البارح اجتمع فرقاء سياسيين ما كانوا يجتمعوا قبل 30 مارس. أخي حسين أشكرك على يعني التنويه على مسألة الوسم العنصري الذي للأسف يسقط فيه عديد المناضلين. اثنين، أقول للأستاذ يعني حملتك على اتحاد حشيش وريش، لو كان ما ثمش اتحاد في البلاد لو التوانسة يدفعوا في الجزية. نعم. هذا يتأكد منه عن يد صاغرون. فيه انحرافات الاتحاد لكن لا نرمي الطفل يعني بغسيله. شنو هو الفرق بين واحد يقول انه البرلمان شر كله ويعني يدوسه، وواحد يقول الاتحاد شر كله ويدوسه؟ يظهر لي يعني نفس الممارسه. طبعا مع احترامنا للاستاذ لكن لا للمجامله. امر الى الى الى, إلى سؤالكم استاذي، يعني قلت من يوقف يعني دبابه الانقلاب يعني نعم. هذا الزحف. أنا أقول لك أخي في النظم الدكتاتورية يخاف الناس فيتشوفون إلى النخب، في النظم الشعبوية يذلل الناس فيقصفون النخب. اليوم يعني تقريبا نتذكر في أحد الانقلابات العربية خرج الناس ويقولون تسقط الديمقراطية وتسقط الأحزاب وتسقط النخب، ويعني ذهب الانقلاب معناها في مداه حتى كان الخازوق، ويعني تقريبا انقلبت الوطنية إلى تطبيع، وانقلبت الخدمات العامة أو الاقتصاد يعني العام إلى اقتصاد مفتوح على السوق. اليوم أيضا إذا الديمقراطيين والحقوقيين والحزبيين والنخب المناضلة كلها إذا لم تخرج وتربع هذا الطاعون فهو أيضا ينشر يعني مثل هذه القناعة، يعني الناس قادرين يجوعوا الكل لكن 8 أشهر البرلمان لا يوجد في الساحة، لا يوجد رقابة على الانقلاب، عنده كل السلطات، ومع ذلك ما زال بعض الوهم أنه يعني حل البرلمان سيحل مشكلاتهم. هذا التضليل من يوقفه؟ يوقفه صحيح النخب السياسية بعقدها ونفسياتها ما زالت عاجزة أنها تبني يعني جبهة سياسية، لكن سنجدها على الأرض ويجب أن تتحمل مسؤوليتها. اليوم حل البرلمان ونظر السياسة غدوة باش يحل الأحزاب وباش يحل النقابات. كل الانقلابات العسكرية بدأت هكذا، تدس السم كما يقال في العسل، تحول الكلمات الكبيرة إلى كبائر، تبدأ بشعارات عامة وتقضم، يعني كحفاكم الله كالسرطان كل يوم تخرب جزء من الجسد. هذا يعني تقريبا هذا ما يعني ما يفعله. عندما تتتبع ممارساته من 25 جويلية إلى حد اليوم هو خطط لها يعني منذ أمسك الرئاسة وهو يعفن الأمور، لم يمارس دوره يوما كرئيس وإنما مارس أدواره كمخرب يقتنص يعني الفرصة للانقضاض على السلطة، يعني دخل متآمرا يتحدث عن عشرية سوداء وهو رئيس يعني ثمرة يعني تلك العشرية. من كان يقول أن يعني نكر يقضي تقاعده في أحد مقاهي الأحياء الشعبية يصبح يعني رئيسا ويمد يده على القرآن ويقسم، والنية كلها تقية وتسرب إلى تخريب هذا المسار يعني حنينا إلى النظام الذي كان يعيش فيه. على كل الذين اكتووا بعقود الإذلال وعقود الترويع أن يعوا هذا الأمر ويعوا أن هذا السرطان إن لم يوضع له حد سيلتهمهم يعني جميعا. بياناتهم اليوم تظهر أنه في قادم الأيام ستزول يعني النرجسيات وسنجدهم كلهم صفا واحدا يقولون كفى لهذا العبث، كفى لعب يعني بتونس، وما يمكنش هذا عودة الشيخ إلى سباه يعني كما يقال، يعني الراجل باش يولي ثوري بعد ما فات 60 سنة يعني يتحدث على ديمقراطية لا تعاشش إلا يعني في راسه، اللي فانتازم هذوما يكتبون في رواية يعمل مذكرات مش يجي البلاد يعبث بها يعني كما يريد. نقول له هذا البلد بنخبه ومناضليه وشعبه الذين بالأكيد لن يسمحوا بمزيد يعني من العبث.
الانقلاب هو أجندة خارجية تقاطع مع نظم الأعراب، يعني الذين عادوا هذه الثورات. الديمقراطية التونسية معمدة ومكتوبة بدم الشهداء وعذابات المناضلين على مدار عقود طويلة، لا يمكن أن يتم العبث بها. الديمقراطية أجندة وطنية شعبية، والانقلاب هو العمالة، هو الخارج، هو التذلل إلى البنك الدولي، يعني وتقدم كل التنازلات. اليوم رفع الدعم، إشكارة سميد من 50 كيلو ولت 20 كيلو، الأثمان كلها ارتفعت بشكل غير معلن. بداية الليلة سيد لمين قالوا قد ما تنزع السروال أكثر لن نقبل بك إلى أن تعود إلى معناها مسار سياسي. مع تحفظ ياسر لمين عن الديمقراطية، أما البنك الدولي يعرف أنه فلوسه ما ينجمش يردها له نظام انقلابي من ينجم ينشر كان الفساد. نظام بن علي ومدراك، مش هذا النظام يعني الرف. عمل معمل والفساد ضرب أطنابه في البلاد، ومطرة متاع ربع ساعة تبين حجم غيبة الرقابة وجريمة غيبة الرقابة على المشاريع. اليوم عندنا 8 شهور من غيبة الرقابة والبلاد تتخرب، يعني والتجويع اللي تم كله بفضل احتكار السلطة، بفضل الارتداد عن الجمهورية. اليوم نحن نعيش إمارة، هذا يعني يقول لك أنا نحارب في النهضة، نحارب في الخوانجي، هذا على يمين النهضة، هذا عمل إمارة، يعني هذا ارتد عن نظام يعني الجمهوري أصلا داس كل شيء. وبالتالي على الطبقة السياسية في تونس أن تتحمل مسؤولياتها، لأنه معنا كان تونس النجم يعني نعيش فيها، هو النجم يشوف شكون يدبر عليه، واللي يدبر عليه النجم يحضنه، لكن نحن عندنا بلادنا هذه وباش ندافع عليها. معنا كان تونس، سلاحنا هو الدستور والقانون، هو التقوى، يعني بسلاح التوانسة نقول له سنقاومك بالقانون، بالدستور، بتاريخنا الطويل في الدفاع عن يعني الديمقراطية. نحن أبناء الشعب ولست أنت. نعم.